حكاية تانية، حكاية جميلة وإيجابية جدا. سيادة النائب العام حمادة الصاوي النهاردة اجتمع برؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العموم الأول للنيابات الاستئناف على مستوى الجمهورية بفيديو كونفرنس. أنا انبسطت جدا من الحكاية دي. ليه؟ لأنه في بالنسبة لنا مؤسسات عريقة وكلاسيكية ما كناش نتخيل أنها تدخل المرحلة دي. النهاردة سيادة النائب العام، وبصراحة هذا الرجل منذ أن يعني دخل إلى موقعه طور كتير في المكان، فالنهاردة سيادة النائب العام عمل هذه يعني التكنولوجيا الفيديو كونفرنس مع محامين العموم، وابتدى يتكلم معهم في كل شؤون النيابات. وعايز أقول حاجة، إنه الناس ديت من الوظائف اللي ما ينفعش تتعمل في البيت. يعني في حد يقول لك ايه، انا بعمل شغلي من البيت، انا مش وكيل النيابة ده من الابطال. يعني كل اجهزة النيابات دول من الابطال، لانه ده بينزل كل يوم وبيقابل كل البشر بقى. يعني انت تخش مثلا مجمع النيابات في الجيزة، تخش مجمع النيابات في القاهرة، تفهم بالظبط هؤلاء البشر في الحياة العادية بيعانوا قد ايه. يعني اي يعني احنا كان يعني الواحد كتير بيروح النيابة طبعا، مهم تخش تفهم الناس دي يعني ظروفها صعبة جدا وبيشتغلوا في ظروف. حط فوق ده بقى الكورونا، ان الناس ديت هو مش هيقدر مثلا يبقى عنده متهم ولا عنده حد يقول له ايه هعمل معاك بالفيديو او هنتقابل مثلا في حتة فيها تباعد. لا، هو الراجل عنده جريمة وعنده حد بيدي شكوى، حد عايز بيتعمل معه محضر، بيتعمل معه تحقيق، كل ده طبعا وكلاء النيابات والأجهزة النيابية كلها بتشتغل في ظروف صعبة جدا. النهاردة سيادة النائب العام طلب من الوكلاء ان هم يتابعوا التطور، يتابعوا اللي بيجرى في الحياة. وعايز اقول لحضراتكم كذا معلومة مهمة عرفتها وانا بقرا الخبر ده، انه في خدمات كتيره في النيابه نقدر نعملها واحنا قاعدين في البيت. يعني طبعا انت لو بيتحقق معاك مش هيتحقق معاك من البيت، انما في اشياء مهمه جدا اما تخش على الموقع بتاع النيابه، منها مثلا حاجه عامله مشاكل كبيره اللي هو ان حضرتك ممكن تخش تشوف المخالفات بتاعتك دي، كلنا محتاجينها. تخش تشوف المخالفات بتاعتك، تطلع عليها، تدفعها، تطعن فيها، تشتكي عليها، تشوف تواريخها، ثم تستطيع أن تدفعها. خدمات أخرى، عايز استفسارات جوه النيابة، محكمة الأسرة، في أشياء عايز تقدمها، في ورق عايز تطلع عليه، كل هذه الأشياء موجودة أونلاين. يعني مثلا إحنا لما المرور فتح في الأيام السابقة بالألفات على النيابة عشان واحد واقف يقول له لو سمحت أنا عايز أعرف أنا المخالفات بتاعتي إيه من البيت. دلوقتي الحاجات دي بقت موجودة من البيت، يعني يمكن أنها تعمل وتعمل فيها تطوير. أنا مش عايز أقول إنه دي من مميزات الكورونا، ولكن التطبيقات الرقمية بقينا مجبرين عليها، يعني لازم نعملها. وبصراحة لما يجي قطاع زي النيابة، وهذا القطاع مثقل بأوراق ومستندات وأدلة وكل هذه الأشياء، ويبتدي يتحول إلى العصر الرقمي، فده يبقى شيء جبار، يعني شيء يستحق التحية. الاجتماع النهاردة بتاع سيادة النائب العام استمر ساعتين، وأكد لكل الناس اللي بتشتغل معاه ضرورة ان هم يتابعوا المجتمع حواليهم، يتابعوا الإشاعات وتأثيرها، يتابعوا الأحداث اللي بتحصل حواليهم. كل هذه النصائح وكل هذه التجديدات والتعليمات تأتي، يعني الزاوية الجيدة اللي فيها فعلا
أنه رقمي رقمي رقمي، يعني كل هذه الأشياء تحدث بشكل رقمي. فأنا بدعو حضراتكم أنه الاستثمار اللي حطته الدولة والمجهود العظيم اللي عملته النيابة أنها عملت البورتل ده أو المنصة الإلكترونية دي نستفيد بيها، بدل ما نروح نتزاحم وبدل ما يبقى فيه مشاكل في أنه العدوى تتنقل. لا خلاص، الدولة فعلا فيها قطاعات، ويمكن ده قطاع أنا شخصيا كنت حاسس أنه لن ينضم، يعني محتاج، لأنه الحمل فيه والتاريخ فيه كبير. إنما حدث إيه؟ أنه حصل هذا التطوير، تقدر تدفع الحاجات بتاعتك. أنا نفسي بس أقول لحضراتكم الخدمات كلها اللي موجودة، خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية المستحقة على رخص القيادة المطورة أو المركبات التي تتيح الاستعلام عنها في أي وقت من على مدار اليوم. خدمة النظام الإلكتروني من قيم المخالفات المرورية ولا تتيح التظلم. خدمة متابعة طلبات التظلم من قيم المخالفات. خدمة الدفع النقدي عند الاستلام لا تتيح طلب استخراج شهادات المخالفات. خدمة الدفع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي. وعاملين أيضا رقم للواتساب لو حد عايز يستعلم عن حاجة. ده شيء عظيم. وعلى فكرة خلاص بقى، رب وباء نافع، طبعا عربي غلط يعني، بس ان الوباء ده جه بنفع، انه تقدر انه تطور الخدمة بتاعتك وتقدر تعمل فيها شيء عظيم. تحية لكل رجال النيابة المصرية ولمكتب النائب العام. الناس دي زي ما بقول لحضراتكم زيهم زي الاطباء، وزي لانه بيشتغل في ظروف صعبة جدا، ودي من الناس اللي ما تعرفش تشتغل من البيت، لازم ينزل ليتابع تطبيق القانون ويتابع الحياة وبيشوف يحصل فيها ايه.